الفترة اللي راحت كانت فترة صعبة علينا كلنا، كانت فترة مليئة بالتحديات، مرينا بذكريات كثيرة ولحظات ما ننساها حتى بقب داخلنا، كان البيت والمدرسة. تجربة التعليم عن بعد كان لها فضل كبير في قربنا أكثر. شعوري باهتمام أبوي وبحب ماما تكاتف كل أسرتي. الله يعطيهم العافية ويكثر من أمثالهم يا إنك توفقهم وتدخلهم الجنة. كانوا حولي، هذا شيء يعني كبير جدا بالنسبة لي. أمي وأبوي وكل خواتي، شكرا لمساعدتكم لي ولأخواني الصغار. ما في رسالة فيها حقها. تجربة تركت لنا بصمة لا ننساها. شكرا أسرتي.